على الرغم من الاعتراضات النيابية والحقوقية، مرر البرلمان التركي قانون حراس الليل المثير للجدل. فقد تبنى البرلمان التركي مشروع القانون الذي يعزز إلى حد كبير صلاحية من يسمون حراس الليل، بينما يتهم معارضو الرئيس التركي رجب أردوغان يتهمونه بالسعي إلى إنشاء ميليشيا تعمل تحت توجهاته السياسية. وبعد موافقة البرلمان التركي على إعطائهم الصلاحية نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة، سيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة والتحقق من الهويات. ويبلغ عدد حراس الليل في تركيا حاليا إلى أكثر من 28 ألف عنصر، وتضمن القانون الجديد زيادة عدد حراس الليل إلى 200 ألف، ليتحولوا بذلك إلى ثالث أكبر قوة أمنية بعد الشرطة البالغ قوامها 250 ألف جندي وقوات الدرك المكونة من نحو 200 ألف جندي. وأدت دراسة النص في البرلمان التركي إلى نقاشات حادة، ووصل الأمر إلى عراك بالأيادي خلال جلسة صاخبة. وفي حين يؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان وقدم هذا النص أن القانون سيسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفعالية أكبر، تتهم المعارضة الرئيس التركي الذي تصفه بالمستبد بالسعي إلى إنشاء ميليشيا موالية له على غرار ميليشيا الباسيج في إيران وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وحركة حماس في غزة. في هذا السياق قال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة أنهم يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا، كما أضاف أن هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد، لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك. أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديمقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه عبر تعزيز الحراس يحاول الحزب الحاكم إضعاف دولة القانون بشكل أكبر. إلى ذلك عبرت عدة أحزاب معارضة عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس وهم أشخاص غير مؤهلون إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن، لكن بتوجهات أردوغان السياسية والتوسعية. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.